بقول لك ايه، ما تيجي نقعد نشرب حاجه؟ يلا بينا. واحنا يعني ورانا حاجه؟ ايوه دي. ما تقعدش على القهوه، ما تقعدش على القهوه مع الدكتوره ندى الشاذلي على راديو كامل، محطه على المحطه. ازيكم، انا ندى الشاذلي، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم ما تقعدش على القهوه، واللي هنتكلم فيها النهارده عن الانشطه الطلابيه. انا ليه دايما بتكلم على فكره الانشطه الطلابيه وفكره الحياه الجامعيه والكلام ده؟ انا قريبه جدا من الشباب لسنين كتير جدا، اشتغلنا مع بعض وتعلمنا مع بعض، علشان كده انا عارفه كويس قوي انتوا بتفكروا ازاي، بتعملوا ايه وما بتعملوش ايه. والانشطه الطلابيه بالذات شيء مهم جدا، والحقيقه انها في كتير من الأحيان بتضيف إضافات عظيمة، بالإضافة إنها بتكون فرصة حقيقية لأول فكرة عمل جماعي في حياتك بشكل شبه محترف. بتخوض التجربة لأول مرة إنك تشتغل في جروب، وجوه الجروب ده يكون عندك ميشن محددة بتعملها، وتكون حريص قوي على إن الميشن إجمالاً تنجح لوحدك وتنجح مع زمايلك. الأنشطة الطلابية هي الفرصة الأولى لفكرة التيم ورك، الحقيقة اللي إحنا بنتكلم فيها كتير وبننفذها قليل قوي. التيم ورك معنى راقي جدا وعظيم جدا، بس إحنا دايما عايزين نشتغل لوحدنا ونظهر لوحدنا، ودي مشكلة كبيرة قوي. لازم تتعلم يعني إيه تشتغل في تيم، يعني إيه تنجح وتنجح اللي معاك، دي حاجة مهمة جدا. الأنشطة الطلابية بقى هي محطتك الأولى للعمل الجماعي. الأنشطة الطلابية فرصة للإبداع والخلق، حيبان قوي الحتة الكرياتيفيتي اللي عندك في الأنشطة الطلابية، أفكارك اللي حضفها، اقتراحاتك الجديدة، مشروعاتك الممكنة، كل حاجة ممكن تقولها وتبقى حلقة بحث نقدر نعمل عليها برين ستورمينج ونقرر هنعمل ايه وما نعملش ايه. الانشطه الطلابيه فرصتك الاولى لتولي مسؤوليه، هيبقى عندك ماشن يا فندم بتعملها من اولها لاخرها، ازاي تكون مسؤول، ازاي تشتغل على ديدلاين، ازاي تشتغل في اطار زمني، يعني كل حاجه ليها بدايه وليها نهايه، مفيش ابدا مهمه مفتوحه الزمن، دي اصلا مهمه خطر. ليه؟ المهمة الغير محددة بزمن دي بتمط بقى براحتها، ما هي لا ليها أول ولا ليها آخر. الأنشطة الطلابية اكتشاف ذاتك الأخرى، يعني إيه؟ حضرتك ممكن تكتشف أول ما تشارك في الأنشطة الطلابية دي إن أنت ماركتير عظيم، أو إن أنت أورجنايزر هايل، أو إن أنت أي حاجة تانية غير الحاجة اللي أنت حقيقي بتعملها. تكتشف ذاتك الأخرى اللي هتكون أقرب ليك وهتحبها أكتر، صدقني هتخرج كل طاقاتك وإبداعاتك. الأنشطة الطلابية فرصة القدوة والقيادة، حضرتك في الأنشطة الطلابية عندك قائد، وانت بعد شوية قائد، حضرتك في الأنشطة الطلابية بتلاقي قدوة وبعد شوية بتكون قدوة. الأنشطة الطلابية شيء عظيم جدا، أرجوكوا روحوا لها في الاتجاه الصح، مش عشان نضيع وقت ونقعد قعدات ملهاش لازمة، لا عشان نضيف بجد وعشان نتعلم بجد. في الأنشطة الطلابية بيبقى فيه فرصة نحضر وركشوبس عظيمة، ويجولنا ترينرز هايلين وسبيكرز عظام وناس فعلا شاطرة وناجحة وحضف لنا. لو سمحت بص للأنشطة الطلابية بوجهة نظر جديدة، زي ما بقولك كده، ما تقعدش على القهوة وشوف الأنشطة الطلابية دي ممكن نعمل فيها إيه. اقعد على القهوة حبة صغيرين وبعد كده روح شوف الأنشطة الطلابية فيها إيه من فضلك. خلصت حلقتنا النهاردة، نتقابل بكرة في نفس الميعاد مع حلقة جديدة من ما تقعدش على القهوة. كنت معاكم ندى الشاذلي على راديو كامت، محطة على المحطة. كنتم مع ما تقعدش على القهوة مع الدكتورة ندى الشاذلي على راديو كامت، محطة على المحطة. راديو كامت، محطة على المحطة.